ودائما في شأن صحي، حيث ألزمت السمنة المفرطة السيدة غنية من ولاية طارف، ألزمتها على عدم التحرك من مكانها لمدة 12 سنة، وهي الآن في حالة جد خطيرة تستدعي تدخل السلطات المحلية. محمد بن كموخ. 12 عاما وهذه السيدة معزولة في غرفتها مرمية في ركن بسبب السمنة المفرطة، لا تستطيع أن تتحرك ولا أن تحرك ساكنا. فغنية منذ سنوات أصيبت بأمراض في الغدة الدرقية، والاختلال في إفراز الهرمونات ضعف من وزنها وأقعدها الفراش. نجم ناكل، نجم نشرب، نجم نعطب كاس، نجم نعقد، نفخ صلي قلبي راه يتفلت، نقعد ما نجم نرقد. مأساة السيدة غنية تزداد سوءا يوما بعد يوم، لدرجة أن لحم جسمها بدأ يتبدد ويتمزق والماء يسيل من بطنها. ان شاء الله اللي يشوفني ان شاء الله اجر عن ربي تنحي لي مالي في كاش المرضى دا، ان شاء الله يروحوا للجنه يا ربي. لو مش في كاش هاي الطب كون رحت جيت انا كل واحد نعم يقبلني، وين الطبيب تسمع بيدي مني سبيطار وين دي مني لي. هذا ما نقول لك مخوت، نطلب من الدوله تعاوني. دا يعبرك اي في حاله، والله في حاله، شوفوا لها حل، ربي يستركم، شوفوا لها حل. هل يمكن لشخص أن يظل 12 عاما مقعد الفراش لا يغادر مكانا واحدا ولا يرى العالم الخارجي؟ فهل تتحرك السلطات المحلية وذوو القلوب الرحيمة لمساعدتها؟